خلصتي؟ نبلش؟ يلا. يلا. مين بيعرف يا قوامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف يا قوامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيبعد عنا الأمراض وبيبعد عنا هذا المرض وبيروح هذا المرض للأبد. يعني أي إشي منيح الله رزقنا إياه أعطانا إيدها نحكي الحمد لله، أعطانا بيت، أعطانا أواعي، أعطانا عيون، أعطانا أنف، تم، كل إشي. واو وتقلبي شو مالك؟ طيب شو بتضحكي انت؟ انتصرنا.